البروجريس شغال. اوكي، ودي كمان نوت انستول، ده عادي، ده كده عادي. نفتح على الويب كونسول. اوكي، هو شغال بيعمل الابديت، احنا ما بندخلش في حاجه، والفيرتشوال ماشين شغال عادي خالص. بس الاحسن طبعا ان احنا ناخد نعمل سناب شوت يا شباب للفيرتشوال ماشين الاول قبل ما ننفذ الفي ام وير تولز ابديت. طيب نسيبه شغال كده ونرجع له تاني بعد ما يخلص الابديت. وممكن نعمل ابديت منين تاني؟ ممكن نعمل ابديت من واحنا على الداتا سنتر في الابديت مانجر فيو. اوكي، فيرتشوال ماشين تولز ابديت او ابجريد، ونقول ريميديت. اوكي، نفس الكلام، اختار البيز لاين نيكست، اختار الفيرتشوال ماشينز اللي هنعملها ابجريد ونيكست. اوكي، وهنا في مجموعه اوبشنز بقى بالسكادجول وكده، بيقول لك طيب والبيهافيرز. لو الفيرتشوال ماشين powered on، ممكن اقول له باور ابجريد اون باور سايكل، يعني لما يعمل ريستارت نعمل ريستارت للفيرتشوال ماشين، الاوبريتنج سيستم يعمل ابديت، او ان اعمل الكلام ده على سبيسيفي ات سبيسيفيك تايم. للباورد اون فيرتشوال ماشينز اعمل الاكشن ده دلوقتي لو سمحت، او لا لو سمحت رن بسكيدجول، وهو هياخد سناب شوت لوحده من نفسه، هياخد سناب شوت لمده بتبقى لمده ساعتين المفروض، وبعد كده بيحذفها. طب بالنسبه للباورد اون فيرتشوال ماشينز رن ناو هيعمل ايه؟ هي باور اون الفيرتشوال ماشين، يا ابديت التولز وباور اوف تاني. طيب بالنسبه للسسبندد فيرتشوال ماشينز نفس القصه وهكذا. انا ممكن اعمل كمان ابديت للتمبلتس. التمبلت مش مذكوره هنا صح؟ هنروح نبص على التمبلت كمان مع بعض. طيب ادي السناب شوت. اوكي، الرول باك اوبشنز ده انه ياخد هنا ياخد سناب شوت. اوكي، الديفولت هنا انه اوكي هنا دو نوت تيك سناب شوت. انا قلت انه بياخد ساعتين، بس يعني هنا في الويزرد الكلام يعني اختلف. اوكي، فاقول له خد سناب شوت وخليها مثلا 6 ساعات مثلا، يعني انت واللي انت محتاجه. خلاص، لا انا اسف، معلش تاني هو هياخد سناب شوت اهو، تيك سناب شوت اوف ذا فيرتشوال ماشين بيفور ريميديشن. اوكي، to enable rollback. هو هياخد سناب شوت اهو، خلاص. لكن الجزء اللي هنا ده بيسالك، طيب انا بعد ما اخد سناب شوت احتفظ بالسناب شوت قد ايه ولا احذفها؟ ده كلام جميل جدا. الديفولت هو الديفولت انه هياخد سناب شوت، معلش ان انا لخبطتكم، الديفولت انه هياخد سناب شوت، اصل هو شككني في نفسي يعني، انا بس ما قريتش هنا كويس. تمام، وكمان مع الديفولت انه ما يحذفش السناب شوتس، لا انت بايدك تروح تحذفها لما تطمن على الفيرتشوال ماشين، يمكن يكون ده مناسب ليك. او تقول له لا خد انت سناب شوت واحتفظ بيها بس 6 ساعات، وبعد كده احذف انت السناب شوت. دي طريقه ودي طريقه، يعني كلها طرق. اوكي، سناب شوت اوف ذا ميموري دي مهمه برضه، دي مهمه. نيكست، بس سامري وفينش هيبتدي ينفذ. اوكي، خلونا نشوف الابديت للفي ام وير تولز دلوقتي ايه اخباره. اللي احنا عملناه مانيوالي ده كده، انا وريتكم ازاي تعمله اوتوميتد وممكن تعمله مانيوالي. اوكي، اوكي، ادي الفيو هنا الفيرتشوال ماشين زي دلوقتي بقت كارنت، اتعمل لها ابديت خلاص راننج. دي الموست ريسنت، كان الفيرجن قبل كده 1.0.2.7.2، ده دلوقتي بقت 1.0.2.7.9 كده اتعمل لها ابديت. الهوست ده كده خلاص المفروض انه خلص، ها بس نخرج الهوست ده من المينتنس فيو، من المينتنس مود عفوا، بس ويرجع تاني للاوبريشنال ستيت ويبتدي يستقبل الفيرتشوال ماشينز. هل اتغيرت رقم البيلد للهوست؟ نطمن عليه. اه كده اتعمل له ابديت. كده لما نرجع تاني بقى نبص على الفيو هنا نشوف الكومبلاينس،
اوكي هنا ده طبعا لسه نون كومبلايت، نقول له سكان لو سمحت على الابديت، وده unknown نقول له كمان سكان. بيعمل سكاننج اوكي. على ما يعمل سكاننج نرجع خلاص. لا خلاص لسه مكتوب unknown. اوكي طيب على ما يعمل السكاننج خلونا نعمل حاجة ونرجع تاني نشوف الفيو ده. التمبلت انا عايز اعمل ابديت للتمبلت، واحنا لسه محتفظين بتمبلتس ولا لا؟ خليني نتأكد كده. التمبلتس ممكن نعملها هي كمان ابديت للفي ام وير تولز اللي عليها. اوكي بس انا حاليا للاسف ما عنديش تمبلتس، بس على كل حال لو احنا عندنا تمبلت انا حذفتها اكيد يعني. اوكي عشان السبيس، لو احنا عندنا تمبلت فهيبقى والله مش هزعلكم تصدقوا، انا هباور اوف الفيرتشوال ماشين دي ووريكم التمبلت. انا هباور اطفيها واحولها لتمبلت. طيب خلينا نشوف الفيو هنا بالنسبه للابديتس. لسه مكتوب unknown. ماشي. مش انا مش مستغرب يعني، لان في فيرتشوال ماشينز، في فيرتشوال ماشينز هنا disconnected اللي هي دي. طب انا ممكن اعمل هنا حاجه كمان، ديليت ريموف فروم انفنتوري، انا اشيل الهوست اللي تحت ده خالص، هوست 6 ده انا اشيله خالص عشان انا هو اصلا منرفزني. انا بعمله ديليت ريموف بس فروم انفنتوري، لكن الهوست طبعا موجود يعني ما اتحذفش يعني شغال، لان هو اصلا اللي قايم عليه اللاب عندي. شوفوا دلوقتي بعد انا ما شلت الهوست اللي تحت ده بقى دلوقتي في الابديت بيس لاينز بقى كومبلاينت، بعد ما كانت نون كومبلاينت وبعدين بقت انون لانه تايه، دلوقتي بقى كومبلاينت. هنا هو الفي ام وير الهوست بقت الهوست الثلاثه اللي عندي كومبلاينت اوكي اب تو ديت. وبالنسبه للفيرتشوال ماشينز الفي ام وير تولز فالفيرتشوال ماشينز اللي عندي كمان اب تو ديت. تعالوا نعمل موضوع التمبلت ده علشان اوريكم ازاي تقدر تعمل ابديت للفي ام وير تولز اللي او ابديت او ابجريد يعني للفي ام وير تولز اللي على تمبلت. نحولها الاول لتمبلت، كونفرت تو تمبلت لو سمحت. خلاص كده بقى التمبلت. نروح بقى لهنا للفيو الفيرتشوال ماشينز ونشوف اهي تمبلت اهي، وانا واقف عليها هلاقي عندي هنا كانت فين، كانت فين لحظه واحده. اوكي ابديت مانجر اهي تحت خالص هنا في اهو اتاتش بيز لاين، نقدر نأتاتش ليها بيز لاين. بس هي كانت بتبان هنا والله يعني، لحظة اسمحوا لي لحظة في حاجة هنا ناقصة. طيب ما علينا، ماشي ماشي. لو في فيو تاني، في فيو تاني كان بيبان منه للتمبلت، لا مش هيبان من هنا. خلاص على كل حال يعني، على كل حال ممكن من هنا رايت كليك واقول له اتاتش بيز لاين خلاص، ونختار بيز لاين اهو الفي ام وير تولز ابديت او ابجريد. اوكي تمام، ونيجي بعد كده نقول له ريميديت رايت كليك هنا اهو ابديت مانجر وهقول له ريميديت. هيعمل ايه؟ هيحولها لفيرتشوال ماشين، يرجعها لاصلها الفيرتشوال ماشين، ويعمل ابديت ويعمل لها باور اوف. وبعد الباور اوف هيرجعها تاني تمبلت. بس هي ليها حاجه، اسمحوا لي لحظه كونفيجر اهي 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 التمبلت لما نضغط عليها تحت كونفيجر تحت ابديت مانجر هتبان من هنا، مش هتبان في تاب هنا كده، هتبان هنا اهي اهي ادي البيز لاين ونشوفها كومبلاينت ولا لا. لو نون كومبلاينت بين ريميديات هو هيحولها لفيرتشوال ماشين يابديت الفي ام وير تولز ويطفيها تاني ويعكس يرجعها تاني لانها تكون تمبلت. انا رجع تاني فيرتشوال ماشين عشان احنا طبعا كده مخالفين بس خلاص تمام. والله انا كنت عامل حسابي ان هي تبقى على فيديو واحد بس جت في ثلاث فيديوهات، معلش استحملوني. جميل، بس اتمنى ان شاء الله ان انتم تكونوا استفدتوا، لان موضوع الابديتس ده موضوع مهم جدا يا شباب. خلاص
نتقابل في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، اللي هنتكلم فيه على الفي روبس او الفي ريالايز اوبريشنز مانجر. احنا هناخد فكره عن الفي روبس، مش هندخل مش هنتعمق جواه يعني، بس هناخد فكره عن الفي روبس ايه هو وبيعمل ايه وممكن يساعدنا ازاي. شكرا، مع السلامه.